الخبر اول اللي عدنا عن بيسان اسماعيل وانس الشايب بتنزلهم هذه الصوره كان كاتبين عليها انه تسالون المتابعين شنو هي المناسبه اللي راح تصير بهذا الشهر. الاغلب توقع انه راح يكون موضوع زواجهم، ولكن لا يا حبايب، الموضوع هو عباره عن عيد ميلادهم الاثنيناتهم. بالنسبه لانس الشايب يا حبايب فعيد ميلاده يوم 15 من هذا الشهر، وبالنسبه لبيسان اسماعيل فهم عيد ميلاده يوم 17 من هذا الشهر نفسه. فاكتبوا بالكومنتات كيف متحمسين عيد ميلادهم. ننتقل حاليا يا حبايب لقمر الطائي وريدر والصلح اللي صار ما بينهم. فنزلت قمر الطائي شويه ستوريات تلتقي بها ويا ريدر وتقول انه هو افضل رابر. شوفوها. هلا حبايب، شلونكم اليوم؟ التقيت اقوى راب عراقي وصديق الصدوق ريدر. شلونك؟ الحمد لله. شلوني صديقي الصدوق؟ صديقي الصدوق عالصديق. فكتبوا لنا حبايب بالكومنتات شو رايكم بالصلح اللي صار ما بينهم. ننتقل حاليا انس شايب يا حبايب والبث المباشر اللي فتحها يحكي بيه القصه كامل، شنو صار وياه الحادث وشنو صار وياه بالضبط. فمتعرف انه صار حادث ويا انس شايب يا حبايب وصار بيه دم ومدري شنو، على كل راح احط لكم اللقطات كامل شرح بيها الموضوع. حبايب انت لو تعرفوا شو قصه الحادث هسه راح احكي لكم اياه. والله العظيم فيلم اكشن. حبايبي الضربه اول مره بحياتي بصير حادث. انا بحكيكم شو سبب الحادث الاساسي. لا لا، سبب الحادث الاساسي انه ما ركب معي للسياره. انا دائما بركب مع بيسان، فاجى عميد صاحبي من فلسطين متاجر لامبورجيني، وانا اللامبورجيني والشغلات ما بحب اركبها لانه 24 ساعه شايفها بيجي. هذا جاي متحمس جديد في دبي بدي يسوق لامبورجيني. المهم ركبت معه، مروحين كنا سهرانين ومتسحرين ومروحين من المطعم الساعه 4:30 بتوقيت الامارات، 4:30 الصبح. صحيح. مروحين على البيت عندي جايين، بسان طلعت بسيارتها هي وامها وقريبها، ومو راح بسيارته وانا ركبت مع صاحبي. هو ركب بالسياره معنا بعدين وطلع لامبورجيني. حبايبي والله العظيم لا سرعه ولا اي شيء، الحادث ما صار بسرعه ولا صار بشيء. شوفوا كيف طريقه الحادث، ماشيين في عنا اسمه بالاردن بسموه شارع استراد، يعني شارع سريع فيه شاحنات وهذا سرعته كثير عالي الشارع، يعني لازم الواحد يمشي عليه بسرعه. اللامبورجيني بنت الحرام وقفت فينا بنص الشارع عند الشارع السريع. اللامبورجيني وقفت، تخيلوا لامبورجيني وقفت. وقفت يعني من الجهاز تبعها هيك وقف. والله العظيم لا بتروح يمين ولا بتروح شمال، وقفت وقفت بنزين على فكره هيك. ومش قصه بنزين، خلص هيك وقفت مره واحده، مش راضي تشتغل مش راضي تتحرك، ومش قادرين ننزل من السياره، السيارات طايره من جنبنا وشاحنات طايره، مش قادرين ننزل من السياره ومش قادر السيارة تمشي، مو راضي تمشي بين كومنت. فشو اللي صار معانا؟ سيارات بيجوا من ورانا بسرعة 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 بسرعة. ضليتني أنا بفيلم رعب لمدة 4 دقائق، شاحنات يمرقوا من ورانا بسرعة وإحنا واقفين ومشغلين رباع بس على وعلى على على الجهة اليسار. مش أنتوا لما بتكون يعني بالطريق السريع بتحطوا غماز إنكم بدكم تروحوا على الشارع السريع؟ والله العظيم وقفت فينا بشارع السريع ويجي من ورانا سيارات، يجي سيارات سريعة وإجا من ورانا سيارة طايرة تاكسي وخبط فينا، لفت السيارة بالعرض. وأنا شو صار فيه لما وقفت السيارة؟ أنا قعدت على الشباك قعدت أقول للعالم إنه لا تيجوا على هذا الصايد، هيك بحرك في إيدي إنه لا تيجوا على هذا الصايد، ويجي تاكسي من ورا يضرب فينا، وأنا نطيت من الشباك وخبطت بالأرض. وبعدين قمت كيف ليش ما بعرف، والله العظيم قمت من الأرض وأنا نايم على الأرض، السيارات والشاحنات بيمشوا جنبي بسرعة، يعني تخيلوا انت واقع على الارض مش قادر تتحرك والشاحنات بيمشوا من جنبك بسرعه من جنب طرف راسي. بعدين انا رحت على الرصيف، طلعت بطلع ورا الا صاحبي ابن الحرام عميد شو ماله مغمى عليه جوا السياره، والسياره بالعرض والشاحنات بمرقوا من جنبه، كان راح يموت. والله العظيم انه صاحبي عميد في هذا اليوم كان راح يموت، وراح متعمي اني فديته بروحي. رجعت من الرصيف وقعدت احاول اوقف السيارات بنص الشارع اعمل زي هيك، والحمد لله رب العالمين قدرت اوقف السيارات. بعدين العالم صارت تعرف انه في ضجه سيارات وصارت توقف، يعني لو ما رجعت له كان اليوم مات. ليش ما طلعت من السياره؟ عم يحكوا لك حبيبي ما بقدر اطلع من السياره. جايز الطريق سريع، يعني العالم ماشي 170 180 يعني بده يطلع ما فيه ما حتى بقدر. الباب ما فيه يفتحه ما يعني بقدر. هالموضوع فهو شو قعد على الشباك، فبالحادث هو وقع من السياره على الشارع. الحمد لله مرقت على خير. والله العظيم حبايبي انا ليش بطلعت على ستوري حكيت لكم شفت الموت؟ لانه حبايبي والله العظيم انا لما صحيت شفت من الموت، لما صحيت من الحادث والله العظيم انا لما رحت على المستشفى مصدوم اني كيف لحد الان عايش من اللي صار، بس الحمد لله. ننتقل حاليا نور ستار واسو والتهجم يتعرضوا له بعد تنزيلهم هذا التيك توك اللي شوي نوعا ما كان لبسهم غير لائق من جوا، مثل ما شايفين لبس شفاف وشوي مبين وقاعد يرقصون
هذا اللي خلى اغلب الكومنتات يا حبايب يتهجمون عليهم ويقلدون على لبسهم انه هو مثل مهجون الاسنان. ما ادري صراحه اكتب بالكومنتات يا حبايب هل تشوفون يستحقون التهجم اللي تعرضوا له او لا. ننتقل يا حبايب حاليا للصبا وليش هي صارت تب. فرزت هذا الستوري كانت بيش تقت الاحمد وكانت هي قاعده تبجي بيه وحط هذا الفلتر لان هو قاطع شويه على السوشيال ميديا حاليا. ولكن احمد ابو الرب نزل هذا الستوري يا حبايب كاتب اشتقتولي لان هو كان مسافر يا حبايب وحاليا رجع للاردن. وبعدها صار يسال المتابعين شنو صار بغيابه. فاول شيء واحد كتب له انه غيث صار زلمه يعني غيث صار رجال فكاتب اوف. وبالستوري اللي بعده كاتب نور ستار كاتبين نور ستار واسد التقوية بعض فكاتب يا رجل شو هالاكشن. فكتبوا يا حبايب بالكومنتات شو رايكم برد احمد ابو الرب على هذه الاسئله. ننتقل يا حبايب حاليا ابو فله وتسكير حسابه بالانستغرام. فللاسف يا حبايب ابو فله تسكر حسابه بالانستغرام ان شاء الله يرجع. ما ادري صراحه من تتوقعون سكر الحساب مالته. ودعوا لي يا حبايب بالكومنتات انه ان شاء الله يرجع حسابه بسرعة وقت. ندخل يا حبايب حاليا نور مار ولانا وهل يا ترى هم انفصلوا عن بعض. فاغلب المتابعين يا حبايب صار يسالون السبب يا حبايب انه لانا ونور مار البارحة كانوا بنفس الحفلة ولكنهم ما صوروا اي ستوري ويا بعض رغم انه بالعادة كل مرة يصورون ستوريات. فصراحة شيء كلش صادم وغريب ليش هم ما صوروا ستوريات ويا بعض. اغلب المتابعين صار يتوقعون ان نور مار هو ضايج من لانا السبب انه هي كانت تصور ويا موفلوج. فهل يا ترى هي تركت نور مار راح تصور ويا موفلوج لانه عنده فلوس وكذا؟ ما ادري صراحة اكتبوا بالكومنتات شو رايكم بهذا الموضوع. وبالختام يا حبايب على ستوريات اللي نزلتها ناريني بيوتي وشيريني بيوتي ستوريات شوية تضحك قاعدين يرقصون بيها تقريبا على البحر. راتكم الستوريات شوفوها. حبايب اللي وصلنا هذا المقطع فجر مقطع بلاكات وبس. شنو كفز زي مقطع ميك القصاص. احبكم وبس مع السلامه.